بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم من أكاديمية حسونة، معاكم أخوكم أحمد محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة 175 من كورس فيجوال بيزك دوت نت فور مس بارت. في حركة كده عايز أعملها. لو إحنا نزلنا هنا تشيك بوكس أهي وكتبت جواها مثلا ايه كلير، تمام كلير مثلا كلير بي فور مثلا برو، ماشي. وهنا تعالى نسميها سي دي اكس كلير او ايز كلير، عايز تعمل كلير يعني، ماشي. على هنا كده، ودي هعلم عليها ايه؟ هعلم عليها بافتراضي بترو. طيب عايز اعمل ايه يعني؟ بص، عايز ادخل في كل واحده من دول. مش ده موضوع الدرس بتاعنا على فكره، بس دي حاجه انا قلت اعملها يعني. عايز اعمل ايه؟ عايز اقول له هنا، بص، عايز اقول له اف لو لقيت السي بي اكس از كلير، عايز يكلير دوت شيكت نتعلم عليها، ماشي. زن اعمل كلير، زن اعمل كلير. هنعمل كلير، ننده على الزرار بي تي ان كلير واقول له دوت بيرفورم كليك، يعني دوس على الكليك بتاعته بس. وهو هو الكود ده، هاخده كوبي وهحطه في كل الرسومات، يعني هحطه في اللاينز بيست وهحطه في ريكتانجل بيست وهحطه في الاليبس وهحطه في الباي وهشيل دي وهحطه في البوليجون وهحطه في السترينج وهحطه في الامج وهحطه في الفيل، واخد بالك ازاي؟ بس الاساس ايه؟ انا معلم عليه اهو. لو جيت رسمت، عشان لما اجي بقى اقول لك افكرك، احنا بفضل الله عملنا اللاين واللاينز والريكتانجل والاليبس والباي والبوليجون والسترنج والايمج والفل. على طول بقى ادوس على طول كده من غير ما اروح اعمل كلير يعني. ولو انت براحتك، لو شلت الكلير ورسمتهم كله هيترسم على بعضه اهو، كله هيترسم كله على بعضه، شايف عامل ازاي؟ اهو، خد بالك. طيب كده بفضل الله تمام قوي، ماشي. المهم عاوزين نعمل ايه دلوقتي بقى؟ عاوزين نظبط حاجة مهمة جدا، وهي نجيب زرار كوبي بيست، وهاجي هنا. ده هيعمل ايه يا جماعة؟ هيعمل ايه؟ هيعمل كيرف. تعالى نسميه بي تي ان كيرف، خد بالك. بس قبل ما نعمل الكيرف، عايز اقول لك على حاجه. عايز اقول لك ايه هو الكيرف اللي هو المنحنى. بص هات كده الوورد، افكرك بالوورد، في كورس وورد على القناه لو عايز تديه لاي حد بفضل الله، موجود الروابط بتاعته هنا. لو انا رحت على انسرت واخترت شيبس واخترت منها اللي هو الكيرف ده المنحنى، دوس عليه كده. بص هو كده منتظر مني ان انا اعمل ايه؟ ارسم. فانا بص راقبني وانا شغال، هتلاقيني بقول لك ايه؟ نقطه. ادي اول نقطه، خلاص. بص ما رسمش، هو مستنيني انا احدد بقيه النقط لغايه لما انتهي، فاهم؟ انا كده بص ما عملتش حاجه. روح كده اعمل نقطه ثانيه كده، ادوس دوسه واحده، بص نقطه، بص اجي امشي بقى. بص يعمل لك كيرف، كيرف انت على حسب النقطة اللي هتحطها الجاية، الكيرف هيبقى على حسب النقطة الأخيرة مثلا، واخد بالك عامل ازاي؟ بص شايف؟ يعني أنا دلوقتي لو رحت حطيت نقطة هنا، بص روح آخر نقطة دي مثلا، هروح داس دبل كليك، أه خلاص رسم، بص رسم منحنى، هو كده. هنديله نقط وهو يروح راسم الإيه؟ المنحنى. بس شوف الموضوع بفضل الله بسيط. فهدوس دبل كليك على بي تي إن كيرف، ماشي كده؟ واعمل ايه بقى؟
هجمع النقط بتاعتي الاول، هعمل ديم بي 1 از نسخه جديده نيو من البوينت، نسخه جديده من الايه، من البوينت. وهنا نديله مثلا يبدا من ال 50 من هنا ومن 50 من هنا، دي اول نقطه عندي خلاص. وهعمل ديم بي 2 از نيو بوينت، نديله مثلا النقطة اللي بعدها مثلا نقول 250 ومن الشمال، وبرضك 250 منين، من فوق ماشي، او مثلا 250 و350. ونعمل ديم بي 3 از نيو بوينت، ونديله مثلا مية وعشرين كومة، ومثلا ايه يطول سنة على 350، نديله مثلا ايه 450 بس. وتعالى نعمل دم all b as point مصفوفة بتساوي ايه النقط اللي عندي دي، اللي هي بي واحد كومة وبي اتنين كومة وبي تلاتة. تعالى بقى نرسم الايه الكيرف. هعمل مي دوت كرييت جرافيكس وقوسين، بعد كده دوت اقول له درو كيرف، وهنا هديله من البنز دوت اللون مثلا الاحمر، وادي كوما، ونديله مثلا ال all b بس. كل ده على افتراضي، مثلا افتراض بفترض شويه نقط اجرب بيهم. تعالى مش عارف ليه هي الفورمه بتعمل كده اصلا، هو المفروض اعملها سنتر سكرين يعني، وانا مثلا لو عملتها ماكسمايزد وشغلتها تبقى ماكسمايزد صح، ارجعها تاني بقى نورمال شغل، مش عارف تحس انها جاية كده بشكل غريب يعني. ما علينا، ماكسمايزد خليها اي حاجة تاني، مانيوال مثلا، رجع دي تاني نورمال، ورجع دي سنتر سكرين، فاهم كده لوحدها. ما علينا، تعال ندوس، نزل تحت عند الزراير، منحنى بقى ماشي. ممكن نغيره شوية، نخلي آخر نقطة مثلا بدل 450، خلي دي مثلا 250، وخلي دي 220، وخلي دي 350، جرب كده. بص ده منحنى أهو، خدت بالك جت إزاي؟ نفس القصة ممكن أعمل لك مي دوت كرييت جرافيكس وقوسين دوت فيل كيرف، فيل بس فيل كيرف بقى دي ايه دي بقى، فيل كيرف تيجي منين؟ فيل كلوزد كيرف، فيل ايه؟ كلوز عشان بيقفلهولك، خد بالك بيعمل ايه؟ بيقفله. فبديله هنا البروشس دوت مثلا يلو، واخد بالك، كوما، اديله اول بي المنظر ده كده شغال، لقيت هيغطي بقى، هيغطي شايف، بص كلوز كيرف، خد بالك كلوز يعني ايه ليه هو بيقول لك كلوز؟ عشان هو بيقفله، هو بيقفل الكيرف، بيعمل الكيرف وبيقفله، زي البوليجون لما انت بتديله نقط بيقفله، ده بيعمل الكيرف ويقفله، فاهم الفكره ازاي؟ بس فهو هنا بفضل الله لو تلاحظ عمل كيرف وقفله. عايز تبعده شوية يبقى تعمل له نقط مختلفة بقى، تعمل له نقط مختلفة. يعني لو انا خدت نفس النقط دي، بص خدتهم ايه كوبي، ورحت عاملهم هنا بيست ماشي، بس هخليه يبعد خالص بقى، يعني انا هخليه مش 50-50 بقى، لا ابعد عن كل الكلام ده، ابعد عنهم ازاي يعني؟ يعني مثلا بالنسبة للإكس يبدأ من 300، وبالنسبة
للواي، واخد بالك، يبدأ مش هيفرق معانا، هو هنزقه بس. يعني هنا بدأ من 300، هنا خلي دي 500، هنا خلي دي مثلا 300، وهنغير طبعا الكلام ده، واخد بالك ازاي. بص نقول مثلا ايه، على فكرة انت ممكن تستغل نفس النقط. يعني ايه؟ يعني بص، شيل الدمات دي كده، شيل الدمات دي، وهنا بدل اس خليه بتساوي بتساوي بتساوي، وهنا ده شيله. ايه رأيك؟ يعني هنا انا جددت النقاط، جددت النقاط، ماشي، جددتها، اديتها قيم جديدة يعني. ثواني، ممكن تنزل اعمل له دي بوينت 2. كويس كده حضرتك، ولا ايه ظروفك؟ دم اهي. كويس كده حضرتك، ولا ايه ظروفك؟ شغل، اديهوله يا عم الاول بوينت 2 ده، شغل. ايوه كده، خدت بالك جت ازاي؟ بص اديتها مصفوفة تاني، ما سبتتش بالقديمة، خدت بالك؟ بس فهنا بفضل الله انت كده تعمل درو للكيرف، وتعمل فيل، بس مش الكيرف بقى، فيل كلوز كيرف، يعني كيرف مقفول، بيعمل كيرف ويقفله لك ويملاه. الاشتراك واللايك والشير والمشاهدة أكبر دعم لينا بفضل الله عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد. وتأكد تماما انك اي حاجة بتتعلمها وبتنشرها وبتشارك، ربنا سبحانه وتعالى هيفيدك ويعلمك اكثر، وهتاخد ثواب على كل حاجة بتنشرها للناس.